شكولو تاج مريش وخمس وذو البرانة بوخرا قدي شاهويا من مريم طواني ذو إثي الفرقان فقدانا من أغسطس قيصر فيش مكثوة كل عمت ملكوتة وادي مكثوثة قميثة واضب بأثرف قيرينوس بسوريا كنا شزا ولد فيش مكثوة بمديثة عسقل عم يوسف من نصرات ديثة دقليلة ليهود مديثة داوي دك فيش قريثة بيت الحيم بيت ويوة من بيتع من عشيرة الداويث أمة مريم طلبتع كد آهي بطنتات بيشي مكثوة تاما كد آني تاما أكمل لي يوم آثتت مهوية مهوية لبرونة بخرى كم خذيال ببرسياثة وكم دريال بأوري بيتلت والي دكثة تامت ويوان خيثي شيفاني اثواب اثرت ويوان خيثي دك نطري وانو بتليل الاطمر عياثة دييهن اولي ملاخد علي ثيلي وقيبيهن قيبي تشبح تدمر يبهير اليهن وزديل ازدوث ربثا امير طالين ملاخا لزدوتون هولم بشر النخل بصخوث ربثة بدهويات كل علما بشله يطالوخ ندي يوما مخلصان ديل مريم شيحا بمديث الداويث واذني شان طالوخ خازوت طفلة خذي ببرسياتة ودرية بأوري من غفلة بشلة خزية متملاخة عسكراثة دشمية كبيرة شبوحت لها وبإمارة تشبوحت لها
شبعتا لا لها بمرومي تشبعتا لا بمرومي ولد أرش لاما أم الطاوة تبنينا شا وحدث في تلك الأيام أنه صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب شعب مملكتي كله، وهذا الاكتتاب الأول صار في ولاية قيرينوس بسوريا، وكان كل واحد يمضي ليكتتب في مدينته. وكان يوسف أيضا قد صعد من الناصرة مدينة الجليل إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لأنه كان من بيت داود ومن عشيرته، مع مريم خطيبته وهي حبلى، ليكتتب هناك. وبينما كانا هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر فلفته بالقمط وأضجعته في مذود، لأنه لم يكن لهما موضع حيث نزلا. وكان هناك في الكورة التي نزلا رعاة يحرسون حراسة الليل من أجل مراعيهم، وإذا بملاك الله قد جاء إليهم ومجد الرب أشرق عليهم، فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فهانذا أبشركم بفرح عظيم يكون للعالم كله، لأنه قد ولد لكم اليوم مخلص، وهو الرب المسيح في مدينة داود. وهذه لكم علامة: إنكم تجدون طفلا ملفوفا بالقمط موضوعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جنود كثيرون سماويون يسبحون الله ويقولون: المجد لله في العلا، المجد لله في العلا، المجد السلام والرجاء الصالح لبني البشر. وشوحا لا لها أمينا نرفع صلواتنا على جميع النوايا اليوم اللي رفعناها، بالأخص النوايا اللي مذكورة أسمائهم هنا، وأيضا نذكر رئاسة الكنيسة مالتنا قداسة الباقة فرانسيس وغبطة أبينا الباطيرك مار لويس رفايل الأول ساكو باطيرك كلدان على العراق والعالم، وأيضا أبائنا الأساقف الأجلاء أخوة الكهنة رهبان راهبات وشعبنا المؤمن وين ما يكون. وأيضا نذكر جميع الذين انتقلوا من بيننا، وبالأخص الذين انتقلوا وهذا أول عيد عليهم، ربنا يرحمهم يرحم جميع الموتى. وأيضا نذكر جميع مرضانا، بالأخص مرضى أرساليتنا، ربنا يشفيهم ينطيهم الصحة والعافية حتى يقدرون يشاركون معنا في الذبيحة الإلهية. من أجلكم أنتم حاضرين اليوم بهذه الذبيحة الإلهية، ربنا يحميكم وربنا يحفظكم وربنا يقوي إيماننا ويزيدنا محبة مع بعض البعض ويشع نور المغارة في قلوب الجميع. بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد آمين. هو إلى مارن نعسانين دميخة أجين هو إلى مارن نحن سعى شو برغة ولد المسيح ميري كريسمس بعد يا لغة كردي ما أعرف
ها عيدا تبيروس كل ليلة بس ليلة تبي يلدي عيدا تبيروس الوخن بريخة عيد مبارك للجميع. البارحة تأملنا بكلام الإنجيل لوقا، كان اكو فرق بين إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا ينطينا التجسد، الكلمة صار جسد، والكلمة كان الله، والله كان الكلمة، وفي البدء كان الكلمة، وكان الكلمة، يتكلم عن الكلمة. فإذا هاي الكلمة اللي تجسدت. لوقا ينطينا مسيرة حياة واقع حتى نعيشها اليوم. إنجيل الإلوها التي حلت في مذود هو إنجيل فقر يوسف ومريم. نفتش يوسف ومريم بيفتشون على مكان حتى يسكنون بينهم. زين، إذا يوسف صعد إلى القرية مالته، صعد إلى القرية، كلنا نفهم عربي أولاً؟ من ما يفهم عربي يرفع ايده. Who not understand Arabic? Just raise your hand. That's one I know. Many. ما تفهم عربي؟ ليش ما ترفع ايده؟ تفهم؟ لو لا. شوية شوية. I have two people. That one and that two. تفهمون مو؟ تفهمون جيد. You guys. Okay. That's good. Only two people. Then we have 2% from 98. I'm trying to do my best with you. Just I give you a message for you because the Bible is very important today. It's talking the Bible, Luke, about 2%, two people. It's Joseph and Mary. Quirinus, he asked all the people should be enrolled. And each one should be go to his own village or own city where he's born. That's his long trip from Nazareth to going to up to his house, Beit Lahan. It's far. It's not like now they have underground, overground, buses, by your car, plane, boat, everything. On that way, on that time, they have only animals or walking by foot. They took a long time to walk. And especially Mary, she was pregnant. And almost last days for her. And imagine, he went to his own village. Like now, Shamasha Ghazwan, he's thinking go to Al-Qush, he's from Al-Qush. Or Shamasha George, or someone else, or Samir. I'm talking with Shamasha much better because I can deal with them. Or someone is going to his own village. Or I like to go Baghdad because I born in Baghdad. I raised in Baghdad. That enrollment, this is first time Quirinus he did. After he became a governor in Syria. He done before in somewhere else, like he was in Rome. He did again in Syria. But imagine when Joseph, he went to his own village to enroll it, to make a register there, to see how many people, Quirinus, he wanted to see how many people under his region or under his power. Nobody except them. Did you believe it? Nobody except them. يعني بس فكروا بهاي الفكرة اللي بدنا نطرحها اليوم. يوسف ومريم طلع عمر من أغسطس يروحون يسجلون كل واحد في قريته في مدينته وين ما ولد. يوسف أخذ مرته لأنه الملاك قال لا تخف يا يوسف أن تأخذ مريم امرأتك، ما قال له خطيبتك، قال له مرتك، أخذها وروح. يوسف راح إلى القرية مالته فرحان،
سؤال بسيط نسأله، مثلا جبت اسم شماشة غزوان، أسأله غزوان إذا تروح على الخوش شي يصير؟ يفرح، ما يمرض، ملكوثة حياة. يفرح ليش؟ راح يشوف أهله، راح يشوف أقاربه، راح يشوف أصدقائه، راح يشوف البيت اللي ولد بينه، راح يشوف كثير أشياء، راح يشوف الكنيسة اللي خدم بيها، راح يشوف، راح وإذا ماكو بيت أهل مثلا هناك أصدقاء أقارب، تعال يمنا تعال يمنا. يوسف نفس الشيء صعد إلى مكان اللي ولد بينه، مكان قريته. Unbelievable. Nobody accept him. Nobody tell him come. ما حد ما قبله بالبيت. غريبة مو؟ غريبة هاي الحالة. اليوم هذا واقعنا اللي احنا دا نعيشه. كم يوسف ومريم اليوم موجودين مهجرين نازحين طالعين من بيوتهم قسرا قسرا، يعني جبر طلعوهم دا يعيشون الله يكون بعونهم. إذا شوفون الأخبار دا يعيشون في خيم بهالبرد القارس، قسم مناطق دا ينزل عليها ثلج. هذا واقعنا اليوم. واليوم الصبح أحد الآباء ربنا يحميهم ويحفظهم وعاني على كم نقطة من خلال موضوع الميلاد. أنا محضر موضوع الميلاد صفحتين محضر، بس اليوم أريد أفهم هذا الميلاد شنو هو. بهذا الوقت الميلاد حضرنا مغارة، وكل واحد عنده مغارة بالبيت مسوي أو شجرة ومسوين كل شيء. شوف يوم تمثال مريم عذراء، يوم تمثال الهولي فاميلي، أكو شمعة نشعل. هل يا ترى نشعل شمعة يوم المغارة؟ مهم هذا مزار، مثل ما مريم عذراء يوسف وهولي فاميلي هاي مغارة، هل يا ترى نشعل شمعة قدام طفل يسوع؟ شو راح نسوي؟ بعد كم يوم راح نلفه همنا بالورق ونحطه بالمخزن. هذا مكانه؟ وكلتنا نسويها، كلتنا نسويها، ما نفكر شنو هذا التغيير، شنو ولادة يسوع اليوم اجتهدت طلعت. هذا يسوع ما أشوفه هنا يوميا، بس أشوفه في وقت الميلاد. هسه راح يخلص الميلاد أكيد أبونا هنا أبونا نيل راح يغلفه مثل ما هو يغلفه، هماني بالبيت راح أغلفه، وكلتنا راح نغلفه ونحطه وين؟ بالآتك، بالستورج، بالمخزن، وين ما يكون، يضرب الرطوبة، وسخ، ما نحس، ما نفكر بينه. ليش؟ لأنه وقت ميلاد بس صارت هذا الوقت يخلص أرجع حياتي الطبيعية. ماكو تغيير بحياتنا، هذا التغيير مهم. بعدين الفكرة اللي اليوم دا حاول أجمعها أريد أقدمكم إياها، تراتيل الميلاد صلوات من القرن الرابع بدأت التراتيل. تراتيل الميلاد من القرن الرابع بأوروبا، وبعدين انتشرت، وبعدين زادت البروتستانتية والإنجيلية وزودوا هاي التراتيل كثير، بعدين العربية اللبنانية والعربية والشرقية زيدوا بالتراتيل، إلى وصلنا القرن التاسع عشر نزلوا هاي التراتيل. ليلة الميلاد عندما يمحى البغض، وين محى البغض؟ هم من 2000 سنة. هل يا ترى دي يمحي هذا البغض؟ لو دي يزيد كنت دي لبلبن دا نمسحها هاي هذا الحقد بقلبنا؟ لا، عندما تبطل الحرب وهسع صارت حرب يوكرينا روسيا، وين بطلت الحرب؟ وينها؟ فشنو صار بحياتنا؟ روتين. دا عيش هذا الروتين، ما دا عيش التغيير في حياتي. لازم نعيش. أريد حدث صار قبل 2000 سنة وركزت على كلمة بالسورة بالعربي بالإنجليزي. اليوم ولد لكم المخلص، اليوم مو قبل 2000 سنة. Today the Savior is born. It's not mentioned about 2,000 years ago. Today, the angels tell the shepherd. Today, when I say Merry Christmas, it's not before 2,000 years ago. No, no. Today is born. What about us? Are we born with him again? Not born physically. Mentality. Your brain.
Did you change? Every year you got something in you, in your life? هل تتغير بحياتك حتى تولد مرة ثانية من جديد؟ كل ما نجي كانت مغارة ولد بها يسوع، اليوم هاي المغارة موجودة في سر القربان المقدس. ما هو يسوع؟ هو يسوع. When it's a nativity, Jesus born in there, but still it's not only for Christmas. And after that, he's born in here. Tabernacle, Holy Eucharist. He born there at Jesus physically. He born in here physically. Take, eat, and drink. This is my body and my blood. خذوا كله هذا جسدي هذا دمي. هاي ما نحسها. نحس بس فترة الميلاد. ترجع حياتنا طبيعية ونفكر بسانتا كلاس ونفكر بالهدايا البرزن كل شيء. بس صاحب العيد من إنسانه. The owner of the present of the feast, we ignore him. We think about ourselves only, selfishness. What about him? When هو بحياتي؟ هل علمنا أولادنا اليوم؟ As I said yesterday, it's Christmas is for how is for giving, not for receiving. شنو أنطي أنا ليسوع اليوم؟ يسوع مهم بحياتي حتى أنا أتغير. ونصلي اليوم من أجل هالعوائل تتشتت. تعرفون سنة عن سنة سنة عن سنة لما صرت كاهن قبل 20 سنة، أكثر من 20 سنة لما صرت كاهن، قليل ما كنا نسمع عن حالات الانفصال والطلاق. بس كل سنة دي يزيد حالات الانفصال والطلاق. هل هذا نزرع الحب؟ وين الحب؟ يسوع ولد بين يوسف ومريم عائلة. شفيعة الميتة الصالحة مار يوسف، شفيعة الميتة الصالحة لأن مات بيت مريم وبيت يسوع. شفيعة الميتة الصالحة مات بيناتهم. اليوم الأب ضايع بالشارع دي يموت ما حد ما يعرفينه، أو الأم شوفوا دار العجزة مليانين منهم، وين الأولاد؟ ربوهم خلصوهم ذبوهم بيت العجزة. هل هذا هو الميلاد؟ عندما يمحى البغض هذا البغض، عندما ينبت الحب هذا الحب، وينه كل انفصال وخصام وحقد وكراهية؟ هاي اللي بدنا نعيشها. ليش؟ لأنه لفينا يسوع بورق bubbles papers we put them in the garage or that's it or the storage. This is our life. خلينا نفكر أخوتي أخواتي المباركين، ميلاد يسوع هو ميلاد كل واحد من عندنا. Today we should born again with him to be a good person, to work the word of God in our life. You become a light, illuminate to others. حتى نضوي للآخرين ليشع نور المغارة في حياتنا. أتمنى لكم عيد مبارك، ميلاد المسيح مبارك. وهذا الكلام أقصده على نفسي ما أقصده على واحد. خلينا نعيش فترة ميلاد، مو بس هاي الفترة، وإنما كل حياتنا لازم تكون ميلاد. مثل ما قلت نصلي من هالعوائل بالأخص هذول اللي يزوجون جدد، ولو عندنا ماريو ومريم they are almost how many months? 6-7 months? 4 months they started a new life. We pray for them. We hopefully for next year they have a small baby with them. God bless all, and we pray for the others groups. أديله بجوارة، مصالحهم بدأ عليهم، مريم حاملهم، مريم بارخ لهم، ونعطيهم آمين. ولد المسيح، هللويا، ميري كريسمس.